بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب محمد شطناوي، طالب في كلية الطب جامعة الألقاء التطبيقية دفعة أيورسا. شرح اليوم محاضرة أربعة، هي ستة فعليا، من المايكروبيولوجي من الأتشلس، بتحكي عن الليشمانيا والتريبانوسوما والفلاريسز. محاضرة بدها تركيز، بدها فهم شوي، إن شاء الله تكون سهلة علينا. أول شيء عن الليشمانيا، الليشمانيا هي باراسايت أوبليجيت إنتراسيلولار، بتعيش جوا الخلايا بس، بتعمل إنفكشن للهيومن. وفيها الأكثر من نوع مثل التروبيكا والمكسيكانا والبرازيلينيسز والدونوفاني والإنفانتوم. التروبيكا والمكسيكانا بيعملون لنا كوتينس ليجنز أو أرسلز، تشيكليرا أرسلز بنسميهم. برازيلينيسز بتعمل لنا الأمريكا ميوكو كوتينس ليشمينيانسز سبونديا، والدونوفاني والإنفانتوم بيعملون لنا الكالا أزار، هي أهم واحدة الدونوفاني اللي بتعمل لنا الكالا أزار. كلهم بنتقلوا عن طريق الفليبوتوماين ساندفلايز بتنقل لهم بتنقلهم بكون موجودين بالانيمال بوروز والسيرفيسز، يعني بكون مثلا بالبيت القديم بكون فيه شقوق جوا الارض، يعني هيك الشقوق جوا الارض هم بكون فيها موجودين هاي الساندفلايز. نذكر التروبيكا والمكسيكان بيعملون الكوتينس ليجنز، والبرازيلينيسز بيعملون امريكان ميوكو كوتينس ليجنز، والدونوفان والانفانت بيعملون الكالا ازار ديزيز. الديزيز ترانسميشن، هسا مثلا انسان انفكتد بهذا المرض اوريدي يعني، او حيوان مصاب فيه، بتيجي عليه الساند فلاي، بتتغذى على دمه، بتعمل فيدنج، بتاخذ من دمه اي ماستيغوت، يعني هي مرحله الماستيغوت هي مرحله من مراحل الباراسايت. اذا كانت اي ماستيغوت يعني ما فيها فلاجيلا، فالساند فلاي بتيجي بتاخذها من الدم تبع الانفكتد هيومن او infected animal، فبتاخذها وبالساند فلايز بتصير برو ماستيغوت، بتصير فلاجيليتد، بصير عليها فلاجيلا جوا الجت للساند فلاي، بصير لها مالتيبيكيشن، تضاعف. بعدين بتعمل مايجريشن للبروبسيس، هذا اللي هو زي انف البعوضه، بس هو الجزء اللي بتدخله جوا السكن اللي بدها تصيبه. اوكي، هسا هذا كرياته جوا الساند فلاي. هسا بعدين اذا صابته هيومن، اذا عملت انجكشن للبروماستيغوت جوا الهيومن، تفرز معها سلايفري بيبتايدز. هاي سلايفري بيبتايد تعمل انكتيفيشن للميكروفيجز عشان ما تحللها، هي تعمل انكتيفيشن للميكروفيجز. اوكي، بتعمل يعني بتظلها الميكروفيجز تعمل لها انجلفمنت، بتعمل لها فيجوسايتوسيس، بس ما بتعمل لها لايسيس. تعمل الفاجوسيتوسيس الميكروفيجز، بعدين بتتحول جوا الميكروفيجز لبترجع على اي ماستيغوس، بتخسر الفلاجيلا. تعمل مالتيبيكيشن جوا الميكروفيجز، وبصير بعدين بتقدر تعمل مالتيبيكيشن جوا الميكروفيجز، بصير الميكروفيج رابتشر. بعد ما تعمل رابتشر للميكروفيجز بتكون جوا البلد، ويعني اذا هذا الانفكتد هيومن اجت على الساند فلاي مره ثانيه واخذت من دمه حتنقلها لشخص اخر، وهيك هي السايكل. يعني هي ذي فيد ات نايت، هذا البروسيس كلياته بصير بالليل. وشو كمان ما حكيناش عنه؟ اوكي، بالسميرز، اذا اخذنا عينه من البلد الباراسايت حيكون لنا ديستينكتيف ابييرنس، كل واحده بتظهر لحالها، اللي بنسميه هذا التيرم ليشميان دونوفان باديز. انتروسيلولار سيرفايفال، بيعيشوا جوا الخلايا عشان عندهم لايبوفوسفوغلايكان والميمبرين باوند اسيد فوسفاتيز، هذول بيعملوا انهيبيشن للميكروفيج اوكسيديتيف بيرست، وبيعمل انكتيفيشن للليزوسوم الانزيمز، فما بيصير لها لايسس. سي دي 4 بلس تي سيلز وتي هيربر سيلز 1 بيعمل سكريش للانترفيرون جاما، هاي الريسبونس بكل اعتاب تعمل اكتيفيشن للميكروفيجز عشان تقتل الانترستيلر اي ماستيغوتس عشان تفرز النيتريك اوكسيد. اللوكالايزد كوتينوس هاي بتصير بتعملها التروبيكا والمكسيكانا، بيعمل لنا بوزيتيف ديلايد سكين رياكشن، والليمفوسيتيك انفلتريشن ريدكشن، الليمفوسيتيك انفلتريشن وريدكشن نمبر اوف باراسايتس spontaneous disappearance of skin lesions. يعني باللوكالايزد كوتينوس حتروح الليجنز عشان بصير عندنا lymphocytic infiltration، وبزيد يعني هي immune response للليجنز. هاي بالبرازيلينيسس بصير عندنا ميوكوكوتينوس ميتاستاسيس،
والتروبيكو المكسيكانا إذا فشل أنه اللي يقتل الانتراسيلولار هاي اي ماستيغوت بصير عندنا ادابتيشن لهذا لهي الباراسايت فبنتج عنا سيلكتيف سبرسور تي لمفوسايت ميدييتد انرجي. هاي هي هاي تي لمفوسايت تعمل سبريشن للاميون ريسبونس لهاي لهذا النوع من الباراسايت يعني عشان يعني صار عندنا ادابتيشن لها فما بصير عندنا انفلتريشن لللمفوسايت وما بقل نمبر ما بقل نمبر الباراسايت وسكن تيست بضل نيجاتيف وسكن ليجنز بصير كرونيك وهم نسميه ديفيوز كوتينوس ليشمينياسيس. بالانفكشياس دونوفاني بصير عندنا انهبيشن بالتي هيلبر 1 ريسبونس ف بتدخل تعبر البلد ستريم والفيسرال اورجانز عشان يتعمل الديسيمينيتد فيسرال ديسيز هو وعندها ريزيستنس للناتشرال مايكروبسيديال بروبرتيز اوف نورمال سيروم يعني البلد بطبيعته هو عنده مايكروبسيديال بروبرتي انه بقدر يقتل المايكروبز بس هو هاي عندها ريزيستنس لهاي الشغله فهي بيتر سرفايف ات درجه حراره 37 درجه حراره الجسم وبتنتج انتي بوديز بس هم نون بروتكتيف ما عندهم بروتكتيف فانكشن فعشان هيك تجمع الانتي بوديز ممكن يعملوا لنا جلوميرولونيفرايتس. هذا بلخص هذا جدول بلخص حكينا بالسكن ألسر بتصير عنا بالتروبيكو والمكسيكانا والسكن تيست حيكون عنا بوزيتيف عشان بتصيب السكن وهي الميوكوكتينس البرازينيس بتصيب الميوكوكتينس فهتكون بوزيتيف برضو. النمبر اوف لنفوسايت بيصير عنا انفلتريشن لنفوسيتك انفلتريشن فبزيد عنا لنفوسايت بس ما بصير عنا انتيباديز فلو انتيبادي تايتر. بينما بالدونوفاني بيكون عندنا نيجاتيف سكين تيست عشان بتصير بالفيسرال وفيو لينفوسايت وبس هاي انتي بوديز بس نون بروتكتيف. بالديسيمينيتد فيسرال ليشمانياسيس بتعملها الدونوفاني والانفانتم. الدونوفاني بنلاقيها بالايست افريكا والانفانتم باليوروب والنورث افريكا واللاتين امريكا. بافريكا رودنتس هم الريزرفوار بينما بيورو ايجا اللي هي يوروب هو ايجا ولاتين امريكا بنلاقيها بالدومستيك دوغز هم الريزرفوار والانديا هيومن هم الريزرفوار. بتظهر عندها اتش اي في انفكشن او الايدز بيكون عندنا هاي انسيدنس احتماليه اكبر عشان عندنا اميونو كومبرشن. الباثوجينيسيس اذا بعد ما نعض من الساند فلاي بتعبر للبلد ستريم وبتروح للميكروفاجز بالسبلين وبالبون مارو والليمف نودز بصير هناك بصير عندنا هيستيوساتيك بروليفريشن بزيد تركيز الليمفوسايتس وبصير عندنا انلارجمنت. الكلينيكال اسبيكت هم عاده اي سيمبتوماتيك بس اذا صار سيمبتوماتيك بتصير عندنا بالاميون كومبرومايز بيشنت. بالماينوريتي بصير عندنا كالا ازار ديزيز حكينا عنه. المانيفستيشن الاول هو دبل كوتيديان باترن بس انا تو فيفر سبايكس ان سينجل داي. جي اي ديستربنسز دياريا مال ابزوربشن و بس انا انلارجمنت باللنف نودز والليفر والسبلين والايديما وجريش بيجمنتيشن اوف فيس اند هاندز بيظهر على جسم المصاب جريش بيجمنتيشن هيك زي خطوط هي جريش زي سودا يعني عشان بسموها بلاك ديزيز. انيميا ثرومبوسايتوبينيا ممكن تصير وهاي انتي بودي ليفلز بس نون بروتكتيف وبتعمل لنا جلوميرولا نيفرايتس. دياجنوستس للمرض ناخذ عينه اسبيريتس من البون مارو او الليفر او السبلين او الليمف نودز بتدل على بريزنس اوف اورجانيزمز اذا كان موجودين بالعينه او الدونوفاني بالسيركليتنج مونوسايتس ممكن نلاقيهم بتظهر لنا بيكون شكل يكون الخلايا هي ليشمان دونوفان باديز عباره عن مونوسيلولر فيجوسايتس فيهم اي ماستيغوت بالسميرز للبلد بلد. هي فيتال بالانتريتد بيشنتس اذا من 75% الى 90% وممكن نعطيهم انتيمونيال دراجز عشان نقلل المورتاليتي. اذا كانت عندها ريزيستنس لهاي الانتيمونيال دراجز ممكن نعطيهم اكثر مور توكسيك اللي هما بنتاميدين والانفوتريسين بي. بالبوست كالا ازار ديرمال ليشمانياسيس هذا بصير عندنا بعد ما عاد مرض الكالا ازار ممكن يصير عندنا ديرمال ليشمانياسيس بالسكن بصير عندنا هايبو بيجمنتد ماكيولز بتظهر على السكن
تعملها دونوفاني ممكن نخربطها مع الليبروسيل اللي بتعملها اللي مايكوبكتيريا. patients need to be treated, لازم نعالجهم, والكنترول عن طريق نعمل كنترول للفليبوتوماس فيكتور اللي هي الساند فلاي, او نعمل elimination للريزرفوار حسب الريزرفوار. الافريكان تريبانومياسيس سليبين سيكنس, هذا المرض الاجتماعي سليبين سيكنس حنوصلها. تعملها هي تريبانوساما بروتي بروتي او بروتي جامبيانز او بروتي راجيانز. الجامبيانز مرتبطة بالكرونيك, والراجيانز بالاكيوت, والجامبيانز ويست والراجيانز ايست. بتنقلها التيتسي فلاي, صير عندنا مالتيبيكيشن بالميدغات للتيتسي فلاي, بعدين بتعمل مايجريشن للسلايفري جلاند للفلاي برضه. هناك بصير اسمه بيكون ايبيماستيغوت. ايبيماستيغوت يعني بيكون الفلاجيلا جاية قدام النيوكلياس. ميتاسايكليك بعدين تتحول لميتاسايكليك تريبوماستيغوت. هناك بتصير انفكشياس للماماز. هاي ال تريبانوساما عندها variable surface glycoprotein, يعني عندها antigenic variation. ممكن بعد ما يتعود عليها جسم الإنسان ويصير لها antibodies تغير الانتيجين تبعها وتعمل infection مرة ثانية. بتدخل البلاد ستريم, بعدين بتكون tripomastigot, بعدين بتكون بالسلندر فورم, بعدين ممكن هي بعدين تتحول لأي mastigot بال ريفرين تيتسي فلاي. هاي بتكون هذا النوع الموجود بالويست سنتر افريكا, هذا النوع من التيتسي فلاي هو الفيكتور لها, بيعمل جامبيان ديزيز. بالهيومن هوم ريزرفوار بهاي المنطقه الراجيان سليبنج سيكنس بتنقل الفلايز, والانتيلوب والرومينانت هوم ريزرفوار لهذا المرض. الباثوجينيسيس مالتيبيكيشن للتريبوماستيغوت بيعمل لنا localized inflammatory lesions اللي هو الشانكر. بتعمل spread للليمفاتيك channels والبلاد ستريم, وهناك بصير enlargement للليمف نودز. هي بتعمل هنا antigenic shifts, وإذا صار لنا parasitemia الباراسايت هي جوا البلاد بتكون تعبر البلاد فيزلز والسي ان اس, ممكن تعبر السي ان اس وتعمل لنا اندثيريا بروليفريشن والبري فاسكولار انفلتريشن بلازما سيلز والليمفوسايتس. هسه اذا عبرت السي ان اس ممكن تعمل لنا برين بالبرين, تعمل الهيموريج وديمايليتنج بان انسيفالايتس. عندها نون سبيسيفيك بوليكلونال اكتيفيشن للبي سيلز, هو نون سبيسيفيك بيعمل اكتيفيشن للبي سيلز, بيعمل لنا انتي بودي اللي هو اي جي ام. بتعمل أنيميا وفاسكولايتس كمان. الكلينيكال أسبكت, الشانكر بتظهر بعد يومين أو ثلاثة أيام من التعرض للتريبانوسوما, والباراسيتيميا من أسبوعين لثلاثة أسابيع. ممكن الأعراض فيفر تندر لينفادينوباثي وسكن راش وهيدك وامبيرد مينيتيشن. ليش سميناها سليبينج سيكنس؟ عشان الانسان بيفقد نشاطه, بيفقد حيويته, بصير ينام طول النهار, وبصير يعني spontaneous activity progressively diminishes. وبالterminal stages بصير عندنا lethal intercurrent infection lapses بعدين final coma. diagnosis بالmicroscopic examination للlymph node, ناخذ منهم aspirates عينه, والسيريبرال سبينال فلويد ممكن ناخذ منه عينه عشان نعرف اذا دخل السي ان اس او لا للتريبوماستيغوتس. بالبدايه الديزيز ممكن ناخذ عينه سمبل ويت ماونت بريبريشن سمير من البلد, واذا كانت نيجاتيف بنعمل سنترفيجيشن للبلد, واذا عملنا سنترفيجيشن للبلد حناخذ طبقه اللي هي البافي كوت اللي هي عباره عن اللوكوسايت, نعملها اكزامينيشن ونشوف التريبانوساما اذا موجوده او لا. في كمان تيست اللي هو كارد اجلوتيشن تيست فور تريبانوسومياسيس اللي هو CATT, ممكن نستعمله للدياجنوسيس. التريتمنت بنعمل لمبر بانكتشر must always be performed, واذا انا سي ان اس انفولفمنت لازم نعطيه
أدوية بتعمل penetration لل blood brain barrier. هم highly toxic مثل الميلارزوبرول. إذا كان CNS not evolved بعد بنعطيه أدوية ما بتعمل penetration لل blood brain barrier مثل السورامين والبنتاميدين والفلورينثين. الأمريكان تريبانوسوما، هذا كان أفريكان، هاي الأمريكان تريبانوسوما اللي هي تشيغس ديسيز، تعملها التريبانوسوما كروزي ترانسميتد باي ترو باجز اللي هناخذ عنها قبل شوي، هي الريديفايد أو بسميها الكيسنج باج، هي عشان كيسنج باج عشانها بتعمل البايت قريب من اللبس والآيز، ما بتعمل مالتيبيكيشن بالبلاد ستريم، بس بعد ما تدخل البلاد ستريم بتروح على التيشوز المجاورة وبعدين بتعمل تخسر الفلاجيلا تبعتها بتصير اي ماستيغوت، وهناك بتعمل باينري فيشن، فبعد ما تتكاثر بالتيشوز التيشو سيلز بتعمل رابتشر لهم، بتعمل مالتيبيكيشن هناك بتعمل رابتشر لهم، بعدين بترجع للبلاد ستريم وهناك يعني ممكن إذا نقلتها ريديفايد لشخص ثاني هيك بتنتقل له، هاي هي السايكل تبعتها. بعد ما تكون بعد ما ترجع تأخذها الريديفايد بوغ بترجع إبي ماستيغوت جواتها بالميد جات، بعدين بالهايند جات تعمل مايجريشن للهايند جات وبتصير تريبو ماستيغوت وبتصير جاهزة عشان تنتقل لإنسان آخر بالفيسز. لما تعض الانسان اللي جاي لما تطلع من لما تعضه هتترك فيسز على مكان العضة اللي هو الانكيليشن سبيس، وهناك ممكن تصير الانفكشن وهناك بصير التشانكر. يعني الابيديميولوجي هي ليدنج كوز للكرونيك هارت ديزيز بهاي المنطقة اللي هي مكسيكو ساوثرن ارجنتينا. الريديفايد ممكن نلاقيها بالانيمال بروز اللي هي شقوق الارض حكينا عنهم، وبت ليفز ات نايت هاي بت يعني بت هاجم بالليل، ويحكينا عن كيسنج باج او اساسن باج. تشيلدرن ممكن بتصيب التشيلدرن وبتعمل ممكن تعمل ترانس بلاسنتا تنتقل عن طريق البلاسنتا، فبالبريجنانسي ممكن تنتقل للبيبي وبتنتقل عن طريق البلاد ترانسفيوشنز. يعني اذا نقلنا البلاد عملنا بلاد ترانسفيوشن ممكن تكون بعين من العينات يكون ان هي تريبانوسوما. الريزرفوار من الاديشنال هيومن ممكن نلاقيها بالدومستيك انيمالز مثل الرات والكاس دوغ، هم الريزرفوار، وممكن تنتقل عن طريق الاورال او الفود ترانسميشن. الباثوجينيسيس هي بتعمل مالتيبيكيشن، وبحل الشانكر بيصير عنا زيادة بالنيوتروفيلز والليمفوسايت، فبصير عنها هي الشانكر أو الشاقومة. بتعمل الفيبريل إلنس ممكن يزيد ممكن يكون لشهر أو ثلاث أشهر، وأكثر شيء بتصيبه الميسنكايمال أوريجين سيلز. بعد ما تعمل بينتريشن التريبوماستيغوتس هاي الموجودة وين حكينا بالميكروفاجز، بتعبر بتطلع من الفاجوسوم وبتعمل برودكشن للبور فورمينج بروتين، بتعمل بور فيها عندها بروتين بيعمل بور بالميكروفاج، بتطلع منها وبتتحول لإي ماستيغوت وبتعمل مالتيبيكيشن بالسيتوبلازم عشان تعمل سيدوسايت. تعمل انتيبوديز وسنمدياتد ريسبونس، فهذا هاي الايمين ريسبونس تعمل ديستركشن للتريبانوسوما كروزي، وهاي بتنهي الاكيوت فيز للالنس. هاي الباراسيتيك انتيجنز ممكن يرتبطوا بالهوست سيلز تيشو سيلز، فبتعمل ديستركشن للهيومن تيشو سيلز، بصير عندنا اوتو اميون انفلاماتوري رياكشن. بالهارت ممكن يصير عن changes in coronary microvasculature وال loss of muscle tissue، وال digestive tract ممكن يصير عن loss of both ganglionic nerve cells and smooth muscle cells، وبالإسافجس والكولون ممكن يصير عن mega esophagus mega colon، وهي بتعمل swollen صعوبة بالبلع، والكولون mega colon ممكن يعمل constipation إمساك.
manifestations ممكن يظهر عندنا الريثموتومس تشاغوما كان عنها قبل شوي التشاغوما التشانكر بعد أسبوع أو ثلاثة أسابيع من ال red white bite تظهر عندنا رومانيا ساين هاي هي بالأمريكان ذكر أمريكان تبعنا رومانيا ساين هي ريدنند اي سولن ليد تتضخم العين وتصير حمراء وبصير عندنا انلارج بيري اوركيولار ليمف نود بالباراسيتيميا ممكن هذا بيكون متعلق بالفيفر بتظهر عندنا باراسيتيميا والفيفر انلارجمنت اوف ذا ريفر ليمف نودز والمينينجينال اريتيشن وبتظهر عندنا ايديما بالهارت ممكن يصير عندنا تاكيكارديا الكتروغرافيك تشينجز اريتميا بالنيوبورن بيصير عندنا مينينجو انسيفالايتس بالكرونيك ديزيز بالاند ستيج ممكن يصير عندنا اورجان دامج هو ريفرسيبل وممكن عاده بيصير بالبالغين ادلت هود بالميجا اسوفاجس حكينا عنها ديفيكولت ان سوالوينج والكونستيبيشن بتصير بالميجا كولون والتريبانوسوم كروز عشان ممكن تعبر سي ان اس ممكن يصير عندنا برين ابسس وبنلاقيها بالايدز بيشنتس الدياجنوسيز بناخذ عينه من البافي كوت او البيرفرال بلاد اذا لقينا فيها تريبوماستيجوس هاي بتكون يعني بوزيتيف واذا كانت نيجاتيف ممكن نعمل زينو دياجنوسيس هذا زينو دياجنوسيس بناخذ عينه من البلاد او بناخذ يعني بناخذ يعني ريديفايد بج من اللاب وبنخليها تعض الانسان ونشوف نختبر عليها نعمل اكزامينيشن اذا طلع فيها الباراسايت او لا ممكن نعمل برضه دياجنوسيس عن طريق البي سي ار بوليميريز تشين رياكشن التريتمنت عن طريق النيفرتوماكس والبنزينادول هذا بالاكيوت فيز للديسيز او الالوبيورينول والهايبوزاناثين اوكسيدايز انهبيتور بيعمل سبريسنج للباراسيتيميا البريفنشن كيف نمنع الفيكتور اللي هو ريديفايد بق نعمل كنترول عن طريق الريزيدجوال انسكتيسايدز اللي هي قاتلة الحشرات يعني هاي والترانسفيوشن انديوس ديسيز عشان ممكن ينتقل بالبلاد ترانسفيوشن ممكن نحط الجينتيان فيوليت بالبلاد باكس عشان نمنع الباراسيتيميا الباراسايت الليمفاتيك فيلاريسز هاي مرض التفيل نتذكر فيلاريسز فيل تعمل الليمفاتياسز بتعمل لها الوتشيريا بانكروفتي بتنقلها الموسكيتوز من نوع الانوفليسس او البروجيا مالاي بتنقلها الموسكيتوز من نوع المانسونيا الباثوجينيسس ليش سميناها تفيل تفيل عشان انه بيكون رجل المصاب بتكون كبيرة كثير وسولن وزي رجل الفيل يعني بالاكيوت فيز بيكون عندنا الادولسنت وورمز اور ديد ممكن هذول الديد وورمز ممكن يعمل لنا اكتيفيشن لل immune response فبصير عندنا hypersensitivity reaction بصير عندنا dilatation للlymphatics والhyperplastic changes بصير عندنا hyper بزيد عندنا ال cells وبصير عندنا زيادة باللymphatic tissue lymphatic infiltration lymphatic cells وممكن يصير عندنا thrombus formation فبصير عندنا obstruction يعني بتكون granuloma والfibrosis ممكن يعمل لنا obstruction lymphatic obstruction فهذا الليمفاتيك بلوكيد هو اللي بيجمع البلاد بجمع البلاد والتشو والفلويد بخلي عندها إديمة ممكن يصير لنا manifestation acute lymphadenitis lymph node inflammation urticaria والإيزونفيليا الإيزونفيليا حكينا عنها هي مرتبطة بال مع الإيجي مرتبطة بالhypersensitivity reaction هي إذا كانت asymptomatic macro فيلاريميا ممكن تصير ممكن تصير يعني فيلاريا ممكن تعمل لنا اذا هي عاده اسيبتوماتيك بس اذا صار سيبتوماتيك ممكن تعمل لنا فيلاريا فيفر وليمفادينايتس من 8 ل 12 شهر بعد الاكسبوجر ليمفادينايتس بالفيمورال اريا زي ما حكينا بالرجل بتصير لارج ريد تندر لامب بالبانكروفتيان فيلاريسز اللي بتعمل لها ورشيرة بانكروفتي بتصيب التستس والإبيديديماس يعني هي للميل جينيتاليا ممكن تعمل إديما اي سايتس وبلورال افيوجن إذا تعرض لها أكثر من مرة فبصير عندنا إلفانتياسس حكينا عنه مرض التفيل
تروبيكال تروبيكال إيزينوفيليا سيندروم ممكن تصير، والتروبيكال بولموناري إيزينوفيليا بهاي المناطق مش حذكرهم. Characterized by intense eosinophilia بزيد أن الإيوزين فيلز، وال IgE لل hypersensitivity reaction بزيد أن الفيلاريا لل antibodies، وبصير أن enlargement لل lymph nodes وال spleen وال children ف عشان زيادة بال lymphocytes، وال antifilarial treatment بنعطيهم هاي treatment للعلاج له. هذا المرض believed عشان بيكون سببه removal of circulating macrophage by IgG and dependent or mediating immune response. Diagnosis نعمل diagnosis للماكروفيلي بالبلاد سميرز، بنصبغهم بالجيمزة أو الرايت ستيند أو عن طريق الإيوزينوفيليا. إذا شفنا في كثير إيوزينوفيليا هي ممكن تكون محتمل أنه يكون المرض هو الفيلارياسيس، وهي بيريودك عشان ممكن تظهر هي عادة تظهر بالليل يوزولي هي نوكتيرال ونوكتيرال اللي هي الوشيرة بانكرافتي والبراجيا ملاي. التريتمنت والبريفنشن عن طريق داي إيثيل كاربامازين اللي بيعمل إليمينيشن للمايكروفيلي فروم ذا بلاد، والداينج مايكروفيلي بتعمل الاليرجيك رياكشن زي ما حكينا، عشان هيك ممكن نعطيه أنتي هيستامين والكورتيكوستيرويد والإيفرمكتين والأمبندازول والدوكسيسايكلين كانوا فعالين. دوكسيسايكلين عشان يعمل كيلينج والبيشيا بكتيريا، والأمبندازول عشان يقتل الورم وورمز. صرنا انلارجمنت للإكستيرميتيز عشان يكون نعطيهم بريشر بانديجز أو البلاستيك سيرجيز عشان نخفف الإديمة، والكنترول للموسكيتو بيخفف بعمل بريفنشن للمرض. إن شاء الله هيك تكون خلصة المحاضرة، إن شاء الله أكون سهلت عليكم ودعونا برمضان. وهي محاضرة أوكي صعبة هي شوي يعني فيها خربطة، بس لما تلم المعلومات وتربط كل مثلا باراسايت بشو المرض يعني باختصار تفهم المختصر، إن شاء الله تكون سهلة. ويعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.